الحرب النفسية هي نفسها العمليات النفسية بس بتمارس وقت الحرب فقط. تمام. والاثنين بيعتمدوا في تنفيذهم على الإشاعة. الله، الإشاعة. الصين قررت ان الإشاعة سلاح من أسلحة الحرب، واللي يبث الإشاعة يحاكم كمجرم قاتل. ده قانون عندهم نفسنا بقت طبعا عندنا والله. هو احنا بس الأول نوعي نفسنا ان الإشاعة دائما 50% حقيقة و 50% الغرض المؤسف. هديك مثال صغير برضه عشان ناخد بالنا منه. أنا محمد الغباري جاي التلفزيون، فمراتي النهارده عارفه ان انا نازل الصبح الساعه 8 هركب وراح التلفزيون. واحد عايز يضرنا يروح متصل بالمدام بعد ما يمشي بربع ساعه يقول لها ده محمد عمل حادثه في الحته الفلانيه. هنا مرات تعمل ايه؟ هي عندها شك بنسبه 50%. في 50% لا، هو بياخد نزل نص معلومه صحيحه، هو نزل عليها. نزل وراح التلفزيون وفي سكه التلفزيون قال عمل حادثه. هنا هي بقى هتدور مع التليفون، هتكلمني، هتكلم التلفزيون لان اللي كنت راكب معاه، او السواق لما جالي نمرته معانا في البيت فبسيبها اتصل بيه. هنا بقى الاجراء السليم ان انا بقى لو هدور. لو هي بقى مشت على طول وولت ان عمل حادثه، هنا الاشاعه هي استقبلت طبعا. يبقى هنا المفروض بعمل ايه؟ ان اي خبر بيجيني لازم اتاكد منه الاول، تقصي الحقائق، وتاكيدك من الخبر مصدره مش ضياع وقت، ده استثمار للوقت. لكن انت لو انت خدت قرار خاطئ، ده انت رحت ايه خارج القضيه خالص، مش هتنجد حاجه. لكن لو وقفت خمس دقائق ورسيت الموضوع وعرفت فين بالظبط، هتعرف تعمل الاجراءات اللي انت عايزها. فهنا لابد ان انا اتاكد من صحه الخبر ومش من مصدر مسؤول. مصدر مسؤول ارميه في الزباله. المصدر المسؤول ده محمد الغباري المتحدث الرسمي لوزاره كذا، هجيب محمد الغباري ده اللي قال. بتتكلم على المصطلح مصدر مسؤول او نقلا عن ده كلام، لا كل ارميه في الزباله. انا عايز الاسم اللي اقدر اجيبه، اللي اقدر اجيبه حاسبه. اقول فلان قال، انت قلت الكلام ده ليه؟ يبقى هنا انا اتحققت منه. طبعا الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي دي هي وسيله من وسائل الحرب الحاليه. فبالتالي خلي بالك منها وهي وحشه. وللاسف بتستهدف جيل من الشباب. وانا بقول لا ده احنا مجالات الابد قوم 8 زودنا عليهم بند التاسع في المجال اسمه مجال الامن السبراني، اللي هو الامن وسائل الاتصال في الفراغ الالكتروني. لانها بقت مؤثره تاثير مباشر، تاثير مباشر على الناس، لان هو اللي بيخلي الاشاعه تطلع زي الهشاشه. ده اداره في اجهزه الامن الامريكيه. يعني هو لوحده اداره. طيب ما هو عشان كده حطوه مجال التاسع في مجال الامن القومي. بس هي الدوله الصراحه شغاله الفتره اللي فاتت على موضوع الاشاعات، كل الجهات المعنيه شغاله انها بتنفذ اشاعات اسرع، سواء مركز معلومات مجلس الوزراء، سواء حتى من انا كمواطن الرئاسة. انا كمواطن استجيب. صح، مشكلة انا عايز استجيب. وانا مش هستجيب الا انت بتوجهني نصيحه مباشره. روح للمصدر، اسال عن المصدر. لو ما تلقيتش المصدر اعتبرك ما قريتهاش، ما تشيرهاش. ده اسرع حاجه. ما هو انت لو ايوه، عشان انت لو شيرتها انت شريك. انت شريك، ولو سن القانون بالحساب هتتحاسب. فاحنا بنعود نفسنا من دلوقتي ان انا ما اشتركش في موضوع انا ما اعرفوش، ما شفتوش بعيني. يعني مثلا اول حاجه بتسال الواحد، انت شفت بعينك؟ يقول لك لا، ده فلان حكى لي وفلان كان حكى لي. سمعت بودنك؟ لا ما سمعتش. طب خلاص، يبقى الاول اتاكد.